عرقة تاريخ الزربية بإقليم خنيفرة جعلت من يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مناسبة متميزة تتجلى في الحركية الاقتصادية التي يعرفها سوق زيانة الزربية الأمازيغية، منتوجة من زراب وجلاليب وبرانس تعرض عن طريق البيع بمنطق دلالة الذي يعتمد على تقنية المزايدة في الأثمان. الزربية تنبداو تنسديوها على 15 يوم من الشهر، تنسديوها تنحيدو هذاك الشيء، تندفعو على 15 يوم وشهر، تنشريو الوسايد تنعاودو في الوسايد تنعاودو في الزرابة تنجو كل شيء تنديرو هذاك الشيء زوين، تنخدمو مع الدلالة من جوج ثلاثة أربعة تنكملو وتنمشيو بحالنا. الزرابي تيجيبوهم الناس من كل منطقة، كاينة كلموس مريكت، مريكت هي أحسن منطقة لصناعة الزربية، الزربية المرابطية اللي معروفة في المغرب. العتمينة تتراوح على حساب الطول ديال الزربية، الزربية مثلا إذا كانت فايتة 500 متر تتوصل حتى ل 500 ألف فرنك. ما تيتباعش هادشي بالمترو، تيتباع بالوحدة. الميزارة تتراوح الثمن ديالها بين 20,000 ريال 20,000 ريال 12,000 ريال. أثمنة تختلف مع اختلاف نوعية الزربية التي بدورها تتعلق بمنطقة صنعها كأقلموس ومريرت والمواد المستعملة في ذلك، وتشكل المرأة الأمازيغية عماد هذه الصناعة إذ تحولت مع مرور الزمن إلى مبدعة بالفطرة في هذه الحرفة، خاصة أنها تقوم برسم العديد من الأشكال الفنية والإبداعات الساحرة. إلا بغينا نسديو هاد الشيء تندقو لوتاد، ثلاثة دلوتاد وثلاثة دالعيالات يجريو السدا، عاد يصاوبوا المنشج، عاد نوقفوه على الخشب، عاد نديرو النيرة، عاد نبداو ننجو. وفيه بزاف ديال التمارة، ماشي زعما سهل. مسألة أساسية بالنسبة لإقليم خنيفرة، خصنا نميزو ما بين ثلاثة ديال الأنواع الزربية. كاين الزربيه المرابطيه بمعنى اللي كيديروها النساء ديال المرابطيات بمعنى منطقه مريرت، كاين الزربيه الزيانيه اللي كتركز اساسا في خنيفره والمنطقه خنيفره، وكاين الزربيه الشقيرنيه اللي يعني مرتبطه بالقباب والمناطق ديال القباب. كل وحدة عندها خصوصيات ديالها، رغم أنه بالنسبة للزائر ولا الغير المتمرس ما كيبانلوش الاختلافات اللي موجودة ما بين هذه الأنواع ديال 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 الزربية. استهلاك الزرابي الآلية ذات الكلفة البسيطة عجل من انخفاض مستوى المبيعات والتسويق، لكون الزربية التقليدية تصنع بمواد أولية كالصوف ونباتات طبيعية وتنسج بوسائل تقليدية، ما يعطي لها قيمة أكبر ويجعل منها صناعة تقليدية راسخة في الأذهان وذات أبعاد تراثية وحضارية عريقة.